الفرق ما بين الإعلام والسبوبة. يعني إيه؟ يعني إن هناك البعض ما، وأنا سميتها مدرسة جديدة. نعم. المدرسة دي بدأها حد، يعني المهم ما بحبش أقول أسماء، لكن حد بدأها. المدرسة الجديدة بتتكلم عن إيه؟ إن أنا بطلع أهاجم النادي الأهلي. نعم. أو إن أنا أنتقد النادي الأهلي حتى لو في أمور غير صحيحة أو غير صادقة. ممكن على مشكلة إن أنت تنتقد النادي الأهلي. طب. ولكن أنتقده في أمر صحيح. نعم. لكن اللي بيحصل إن أنا بنتقد النادي الأهلي في أمور غير صحيحة وغير جيدة، وبلاقي السوشيال ميديا بتكتب عني وكذا وكذا، وبعد كده البرامج بتيجي تاخد مني، وبالتالي أنا بقى هبقى بختار البرامج وبختار بكام. طبعا أكيد في ظل في السنوات الأخيرة في ناس كتيرة امتهنت الميديا والإعلام ودخلوا الإعلام عن طريق النهاردة، يعني شخص مشهور أو الناس عارفاني سواء كنت لاعب أو غير لاعب، وبالتالي أنا بشوف في الحتة دي أوكي هي متاحة وبتحصل في العالم كله، بس اللي بيجيد فيها هو اللي عنده الكاريزما أو عنده الإجادة الشخصية. يعني النهاردة ممكن واحد يخش مجال هو لم يدرسه بس هو شاطر فيه، هو عنده موهبة وربنا سبحانه وتعالى مديله حاجة ربما تزيد عن الشخص اللي اتعلم، وده مفيش مشكلة ممكن ده يحصل. ولكن لما نيجي نتكلم على المثل اللي حضرتك تفضلت وقلته في حتة نقد النادي الأهلي عشان اتشهر، هنا في مدرستين. مدرسة اللعيب، لو بنتكلم على لعيبة سابقة بالنادي الأهلي، في لعيب دخل النادي الأهلي وهو مش مشهور، وبالتالي هنا ما صعب جدا انك تخش في الحرب دي، هتخسرها، موضوع منتهي. طيب الفئة التانية هو فئة اللاعب المشهور قوي اللي دخل النادي الأهلي وهو مشهور، وهنا برضو يبقى عندك في حتة ايه، لما انت بتخلص مشوارك مع الكورة تيجي تبص في الوقت الحالي لعيب الكورة انا هعمل ايه بعد ما اخلص، بعد ما اسيب الملعب ما قدميش غير ثلاث شوارع لا رابع له. اول شارع هو شارع السلك الفني في التدريب داخل النادي اللي انا نهيت فيه. السلك الثاني هو السلك الاداري، ان انا ابقى مدير كوره واخد السلك الاداري لغايه مجلس الاداره وما هكذا. والسلك الثالث هو او الشارع الثالث هو الشارع الاعلام، وان كل اشتغل في قناه النادي. طيب انا عشان اقدر اعمل حاجه من الثلاثه دول لازم يبقى علاقتي بالجمهور كويسه، مش بالاداره، مش باي حد، بالجمهور. بالجمهور، وبركز ثاني اهو مليون خط، بالجمهور. الجمهور هو اللي هيديك كارت عشان تخش او تكمل في مشوارك مع النادي بعد نهايه المشوار. ليه؟ نهايه المشوار احنا عارفينه، ويعني صعب جدا ان احنا في سنه 2020 نقعد نتكلم تاني من قالوا جديد يا جماعه ان لعيب كره القدم محدد بعدد، يعني اعتقد الامر يعني كتر بحث يعني ساعتها، يعني ما فيش مشكله تتقبل هذا الامر ان انت طبعًا. بعد 20 ولا 25 سنه بتلعب في الملعب وفجاه طبيعي. ما تلاقيش نفسك موجود صح. اعتقد بتبقى صح. ان انت كلاعب يعني تتقبل هذا الامر بيبقى صعب. وفي كل حاجه بالاسلام احنا ما دام ده طبيعي صح، كمان كمجتمع شرقي لما بنتعود على شيء بنظن داخليا ان هو هيخلد هنفضل عايشين عليه طول حياتنا، وبالتالي كل بس بنحتاجه حاجه واحده لما نيجي لاخر المشوار ان احنا نقف ونقول يا جماعه حد او حد ينصحنا خلي بالك انت وصلت للمرحله دي، ربما انت مش شايفها بشكل كويس بسبب الكرامه، بسبب انت عايز يبقى شكلك حلو، بسبب انت عايز مثلا ما بين زمايلك انت التوب، ده ممكن اوكي شعور بيجي الانسان، لكن المهم جدا يكون في صوت خارجي، صوت عاقل بيكلمك. ليه؟ عشان ينصحك نصيحه كويسه، وبالتالي تبدا تشوف نتيجه ده امتى بقى؟ لما تخلص. لكن النهارده عشان اطلع اقول اصل النادي الاهلي لما انا كنت لعيب فيه كذا وكذا، طب حاجه بسيطه جدا، كلام كاذب. انت لما كنت يعني. لا ببساطه اقل رد هيتقال، مش محتاجين هنخش في الجدال اللي هو بيستمر لساعات وحلقات والى اخره. يوم ما كنت موجود في النادي الاهلي ما قلت ما يقدرش، بس هذه الفكره. يبقى احنا بنتكلم مش مش مش, طيب. مش شخص ده، اي لعيب في الدنيا مش هيقدر يعمل كده. بس الحاجه الثانيه ان في لعيبه انتقدت وقالت انا كنت في مكان ما بنتقد فلان وفلان 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 في غرف السريه، وبعد ما مشي، لا ده على الهوا، وبعد ما مشي من المكان اللي هو كان فيه طلع اعتذر بعديها بفترة، قال أنا آسف جدا بعتذر للكابتن فلان وبعتذر للكابتن فلان وبعتذر للنادي الأهلي وجمهوره، أنا والله ما عملتش كده من نفسي، أنا أملي عليا. طب ليه نخش، طب أحسن ليه نعمل الجو ده؟ هو ده السؤال، ليه نعمل الجو ده؟ أكيد طبعا النهارده كل الناس بتحب عشان هي مدرسة جديدة. دي فكرة كابتن إسلام، إن أنا النهارده ربما أفتقد القدرة على التحليل، القدرة دي أفتقد القدرة إن أنا أتكلم كويس، أفتقد القدرة على الإجابة أو إن أنا أقول جمل منظمه في كلامي. فابدا النهارده اقول طيب انا هعمل ايه؟ الحاجه الوحيده اللي ممكن يبقى معظم الناس كلنا بنعرف نعملها
ان احنا ننتقد ونعيب على ده وننتقد في ده ونشتم ده، والاسلوب ده انا اعتقد لازم اي شخص يبقى فاهم كويس ما دام قاعد قدام الكاميرا، فانت ما تعرفش مين اللي بيسمعك. دي نقطه مهمه، انا الله اعلم مين اللي قاعد دلوقتي بيتفرج عليا، صغير، شاب، راجل كبير، واحده ست، راجل، انا مش عارف. فبالتالي لازم على قد ما اقدر ابقى بقول الجمله اللي ما حدش هيحسب عليا، وما اعملش توتر، ما اعملش فتن، لان اكيد ساعه الازمه كل النوعيه اللي انت قلت عليها دي بتختفي، وهترفع ايدها وتقول لك انا ما عملتش حاجه وانا ماليش ذنب وما حدش كلمني. ودائما ما قبل النادي الاهلي، دائما خلي بالك بالفطره كده، ما قبل النادي الاهلي شيء وما بعد النادي الاهلي شيء اخر. اعتقد في وجهه نظري يعني اللي مر على النادي الاهلي ويتعامل مع اي حاجه تخص النادي الاهلي المفروض ان هو يتشرف بهذا الامر ويفضل طول حياته، لان احنا كلنا هنكبر في سنه من السنوات. فاعتقد في وجهه نظري الشخصيه شيء حلو قوي قوي لما يكون عندك 50 60 او 70 سنه تروح قايل والله يا جماعه انا كنت في يوم من الايام مشارك مع اسم النادي الاهلي في اي شيء، افضل من انك تيجي تقول انا والله كنت في يوم من الايام بشتم النادي الاهلي واتمنى من جمهوره ان هم يسامحوني وانا في اخر الايام.